وقرقش نغض عمار خوي وزان ما غر زيان ذا حود رضام زيان يسقط على عقرينس يخبش خيزوران يزواذ يسن ما يزدقاسني صغوان اذميني وقعن يزماني يعذان يسقسار فقوياث ويفهم من ذا سنان يسقسا غيم حضان ناناس الكتوب خوان الكتوب الكتوب ذاك سنا فرانسيس ذو ليمان ذو قلينزي ذو ماريكان ذا التاريخ التجار ونقارون زمان تاريخ إتاران يزيد سيوان ذمان يقجان زيان ذواذ تاريخ نيوران ويسي ولاخ عبد كريم لاخ النوار لاخ دهار وفاران نان عاود نان زيان ويفهم من نان يقيمي تاحي تاس دواثيك سيو مخانا مواش ميداك ساس النان يقواي تسقسا يوذان خميني وقعن يزماني يادان جد السد جيداس نثنين حضان يراح غاسني السقسان مين يعني عبد كريم مين يوقعن ذو قنوار ذو الدهار وباران السيور جيداس السيور جيداس يقنشيش نتنهزان وضانا زديم الطاون أمد حبانا رمان غارد قسميات مساقان عبد كريم أمينو عبد كريم أمينو رايد جذب النعمان يرقحن ذقورة ونيوذان عبد كريم أمينو رايد جد تازيري ذي روستي يثران عبد كريم أمينو رايد جذر عنصار ومان صفان سسني والسورة ذي عزريا ذي سقمان غرب نخسين الطاون الصغض يسي وبابا سامقران عبد كريم أمينو رايد جد تاس الجاث نشين ذي زوران عبد كريم أمينو يرايد جد رفقي نشين ذي محضان يصغارا غيبريذن إيتاو ينغادو ذاتي يخنان عبد كريم أمينو ويد جيزي رفقو ياثون قارون الزمان اقوان خو عديس دورن ذي في غران رع قرذك حبيذ ميزي غشان ذان عبد كريم أمينو يريت متاخر حقي مسعان ذي كورام خان ماني مجان سيف جاحن ذي خدام ذي محضان عبد كريم أمينو ويد جيام تجارون قارون الزمان قيجو فوسط طفلنا خذمي إجد القرآن خرموز وغروم تقسسني ذوضان تحواسن اللويز ذي غزران تحجان غاربي تباركان ديوسين ذو ماريكان تزغن الدم من دومات سندر كيسان أماريكان ذو صهيون عريثن ذي ذوران عبد كريم أمينو ويقبر ذا مواثن غطوضان رعذاوة ذي زوان أمان أسبانيو ذو فرانسيس ذو طليان راح أمينو راح أمينو راح سقسي ثران راح أمينو راح سقسي ذورار سقسي غزران نثنين أزرين شهد الحضان أنا عمر ابن عبد السلام الخطاب ولدت على متن السفينة التي أقلت عائلتي من المغرب إلى المنفى إلى بالضبط جزيرة ريونيون التي تقع جنوب شرقي مدغشقر جزيرة صغيرة ثلاثة رجال عبد السلام الخطابي محمد بن عبد الكريم الخطابي وثالثهم هو محمد عبد الكريم الخطابي الخلية الأولى في قيادة ثورة الريف ومن ثلاثة كان محمد هو رمز الحركة التحريرية اللي احتمت كبرياء
إسبانيا. كان خطابي خلق هنا في أجدير في 1882 في أجدير. فبدأ التعليم دياله الأولي الابتدائي مع با، وفي 1902 ذهب إلى فاس مع الوالد ديالي باش يقراو في جامعة القرويين في فاس. بقاو هناك عامين، بعد ما سلاو الدراسة ديالهم رجعوا إلى أجدير. وفي يعني رجعوا إلى أجدير في 1904، وفي 1906 سافر إلى ميليا. ميليا فين كان فنتيني معلم لأولاد الجالية المغربية في ميليا، ثم إذا كان القاضي في ميليا نيت، وأيضا كان كيحرر واحد مقالة باللغة العربية في الصفحة الأولى ديال واحد الجريدة إسبانيولية اسمها تليغراما دريش. يعني كان كيكتب كل نهار الصفحة الأولى ديال هذه الجريدة باللغة العربية من 1907 إلى 1915. بداية القرن العشرين احتدت الأطماع الاستعمارية في المغرب، وكانت فرنسا اعتمدت منذ سنوات أسلوب إغراق المغرب في الديون عبر السلطان عبد العزيز تمهيدا للحماية. فغضون 1906 انعقد في مدينة الخسيرس لإسبانيا مؤتمر استعماري حضرته 12 دولة استعمارية بالإضافة للمغرب. أهم ما اتفقت عليه البلدان المشاركة هو تقسيم المغرب لمنطقة فرنسية وأخرى إسبانية. أهل الريف قاوموا الإسبان وما تنظمت مقاومتهم إلا مع البطل محمد أمزيان، وكانت أشهر الملاحم اللي قادها الشريف أمزيان ضد الإسبان كانت ملحمة منطقة كيرت اللي شهدت في المجموع 113 معركة بعد ما حرقوا الإسبان مداشر قبيلة كبدانة. وكان كيقرأ أيضا الصحافة الإسبانيولية، وكان كيحاور مع ذوك الناس اللي هم موظفين ديال الإسبانيوليين، كيف كيحاور معهم في السياسة الدولية في السياسة ديال أوروبا. يعني كان مطلع على جميع الشؤون اللي كانت كتجري في العالم، وبالخصوص الشؤون ديال الناس، الشؤون ديال المغرب، والشؤون ديال الريف، والشؤون ديال الشرق العربي. كانت حصيلة معاهدة الجزيرة الخضراء 1906 توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، واللي بموجبها خدات إسبانيا الشمال المغرب 5% من التراب المغربي، وانفردت فرنسا بالبقية اللي اعتبرتها آنذاك بالمغرب النافع. والسؤال شنو كانت نية عبد الكريم الخطابي إزاء الإسبان؟ وهو عبد الكريم الخطابي كان كيعتقد أن من الممكن يتواصلوا فهمتني لواحد الاتفاق، واحد الاتفاق فهمتني يتعاونوا مع بعض بدون الأغراض استعمارية. ولكن فيما بعد بان له الخبث ديال إسبانيا، بان له أن إسبانيا مثل الدول الأوروبية كانت عندها النوايا ديال الاستعمار، بغات تستولي على الريف، بغات تستعمر الريف. فلما اقتنع بما أن إسبانيا عندها أرجع إلى أجدير، و عزم مع الوالد ومع أخوه باش يهيئوا نفسهم لمقاومة إسبانيا. الريف كتعرفوها الحالة الاجتماعية ديالها، والحالة الوضعية الاجتماعية والوضعية السياسية والوضعية الثقافية. ما نخبيش على أنفسنا أن في ذاك الوقت الريف كانت عنده واحد مستوى متوسط، نقول أقدر بدائي، يعني مبني على القبائل ومبني تطاحن بين القبائل على أسباب تافهة. فلذا لما شاف هذه الوضعية هذه بدا كيجمعهم وكيوعيهم وكيعلمهم يعلمهم مبادئ إسلامية، بما أن المسلمين لابد يكونوا إخوة، ولابد فهمتني يتحدوا، ولا بد يقوموا الكافر يعني الصليون. فهكذا جمعهم، وبالخصوص لما عرفنا ان لما عرف عبد الكريم الخطابي
والوالد واخوه عارف ان الاسبانيول كان حيهاجموا، بما ان نحن في بني وريال المنطقه ديالتنا فهمتني كانت ساحله مبسطه، خافوا فهمتني يشرفوا علينا من جبل تمسمان وينقضوا علينا. فلذلك هم سبقوه مشاو لجبل تمسمان في جبل في ربع تروبوج، فهناك اسمه جبل قامة، فهناك افرض وجود ديالو هناك، لان كان عنده حق مهما كان تمسمان، ولكن عنده حق باش يدافع على نفسه، يدافع على نفسه، يسبقوا الاسبان، لان الاعيان ديال تمسمان كان قدموا الخضوع ديالهم للاسبانيول، يعني معناها قال لهم يمكن تدخلوا عندنا ايمانا منهم من تمسمان ولا من ابن سعيد ولا ابن ولي الشيخ، ان غير معقول وغير ممكن قبائل بالمستوى ديالنا يستطيعوا يقاوموا واحد دوله اوروبيه متحضره لها جيش منظم مجهزه بعتاد عسكريه حديثه. نحن ما عندنا والو، كيفاش القبائل؟ ولكن عبد الكريم الخطابي فهمتني قبل ولو بهذه الوسائل بايماننا وبوحدتنا وبعقيدتنا وبعزمنا نقدر نتصدى للعدو. هاد الناس هادو عندهم واحد الميزه على الجميع، وهو انهم ناس دينيين، هادو قضاة ابن عن جد ديني، كيعرفوا ان الاسلام لازم يكون العزه، ما يمكنش يكون المسلم خاضع للاجنبي، هذه من ناحيه عقائديه اسلاميه. فابوهم هذا عبد الكريم هو الاول اللي بدا المعركه في 1920 في تفرسيت، في تفرسيت دخلها، ثم بعد ذلك قتل بالسم هذا الاب الكبير، ابو عبد الكريم محمد، يعني محمد عبد الكريم، ابو محمد عبد الكريم وابو محمد عبد الكريم قتل بالسم من طرف الاسبان. فهما عهد الله انهم يتابعوا العمل ديال والدهم، ولكن اللي هو اللي جاد المساله حجم هو ان الاسبان عينوا واحد الجنرال سميتو سيلفستر، جنرال سيلفستر. هذا الجنرال سيلفستري بغى يعني بسرعه يتقدم خلاف الجنرال بيرينغير اللي كان في تطوان وهو المقيم العام. بيرينغير كان كيقول خصو يجي من هناك حتى الشاون عام 1920، وقال الشاون ماشي يمشي لباب تازا، وبذلك ماشي يجي من الجنوب ويحيط ببني وريال، في حين ان سيلفستري يجي من جهه مليليا ويعملوا كماشه على بن عبد الكريم. لكن سيلفستري هو بعصبيه ديالو علاقه ديالو مع ملك الفوستريسي ديال السبليون، كان بغى هو يكون عنده الاسبقيه. فبن عبد الكريم اذن كاسوى بابيه واتفاقت مع الاخوان ديالو عملوا هذا اللي قال لك الاخ، وهو القامه، جب القامه، تما وقع المعاهده الاساسيه على المقاومه. وكانوا الناس ابن تزين وبقويا وبني وريغل هما الاسس الركائز الاساسيه، وكان انذار وهو واد ام قران، كيقولوا السبليون اذا تعديتي واد ام قران الحرب. عبد الكريم جمع ثلاثة القبائل في البداية وقرر مواجهة الإسبان، مواجهة بدها بتوجيه إنذار المحتل الإسباني، غير أن هذا الأخير ما خداش إنذار الخطابي محمل الجد، وبدأ في اضطهاد الأهالي وممارسة أبشع السلوكات ضدهم، والصور تاريخ والتاريخ أحداث وشهادات. عبد الكريم ما كان أمامه إلا الدفاع، وبدأت أول معركة في ظهر وبران. فوقعت هذيك المعركة اللي قضي على الأسبان نهائيا في ظهر وبران. المعركة الأولى هي ظهر وبران، أول جوان 1921، هذاك هو الانطلاقة. الانطلاقة يعني كانت عندها واحد صدى قوي في الريف، لأن الناس ما كانوش كيخيلوا بنفسهم أنه ممكن يتغلب هذا الجيش الجرار اللي ما جيبه سيلفستري، ولا عندهم 100 ولا أكثر من 100 مراكز من دومليليا حتى واد أم قران. في ذاك اليوم وذاك ذاك المكان بدأ ما يسمى بحرب الريف، وقعت واحد الصدى قداش، حتى القبائل اللي كان سلمت
الاسبانيول بدات في الدنيا تاع هي رفعت راسها قالها الاسبانيول هذا يدخل غلبوه فهمتني بداو حتى هما بداو كينوضوا وكيلتحقوا التحقوا بالمجاهدين فلذلك علاش هذه المعركه ديال البران تعتبر يعني معركه اساسيه مهمه فتحت واحد الصفحه جديده فهمتني في حرب الريف لما هذا وضع البران لما قاموا القبائل وبداوا يصيفطوا الناس المجاهدين يمكن بن عبد الكريم واخوه محمد باش يمكن لهم يعملوا يحاصروا المناطق الاساسيه ديال الانوال واغربا هذاك الحصار هو لان المعركه ديال انوال كانت وقعت في 21 جويليه يعني شهر و20 يوم من بعد نهار اوبران اذا هذاك المفعول النفسي هو اللي جعل القبائل تلتف ويجمعوا المجاهدين ويمكن لهم يكونوا يحاصروا القشره الكبيره ديال انوال واغربا بعد مرور أزيد من 70 سنة ما تزال أثار الحرب موجودة مثل هذه الحفرة اللي سقطت فيها قنبلة غير أن المجاهدين اللي شاركوا في المقاومة توفوا كلهم ما عدا القليل مثل شعيب سي محمد نعري قطع سوى المزيخ هذا حاج رجمة دا أنوان نهار نهار مكزيك ويبان واحد واسبانيو وخا نبد فالبد شوين نبد شوين كاع المحادث قد ظهرين نسمعن نسقف قال واحد نهار مكزيك خضر ونبنو نوكل شنينا السنين اللي شلينا راحان فانغرا كل شيء جمع من غيش كل شيء يخدم غوش ديفيش وخدم حاد انتقل المخزن ومغرانا حالنا كل شيء جمع من الغيش وخيش وطن تا وخي قدم وخيش ودا علينا تا يفسن تتم علي نعم من يدان ام سمان ما ايه ام سمان إيه ومن يجمعني المشاهدين مون نقاع سوق الخاص مولاي محمد مولاي محمد قرية الدار إيه نهار نيور حنا نتاع تاركن وين ديزوان تاركن في المشاهدين وين ديزوان واللي يفرزني يجيش الدار والعورة والغيرة والرنيرية يجا خمسة ستة يمطوفهم يهار ينقع يرقص ومياد غيز ومياد الشيلاس إزواد مولاي محمد نعم إزواد غانا مولاي محمد وخاي خدمنا نقول شنو لا نضمض شي دريس لي هو داي عشسني شي دريس ايش ما نغت شي نحا وان وان وما انا حا وان وان خلا بس كي سال واز وان وان من يا ما انت اوس باليو على وان الفرق الفرق مو حد قال مو مو حد يكذب بعده والوخن النبناس مشاهدين العساس النيل نعم نعم أها أحس أثامي يشوق عودي يشوق عودي يشوق عودي يشوق يشوق ويبوي شيء يدخل يحال يتغرب قاع مخزات وخاي سبحان وليدي
سبحانه دي ولي مو اسبانيو لا ايش مخدوني مقرم سد سيمستري لا ها لا علاش نوال عنده هذا الحجم وعنده هذا الصدى لان هي كانت مقر لأركان الحرب هي نوال لكن فيها جنرال سيلفستري نيت جنرال سيلفستري نيت الكبير راجل غرور فهمتني في ذاك الوقت قال شنو عبد الكريم مقدار فهمتني ديال الغبنه انا كنقول لكم غدا في الساعه الخامسه سنشرب كاس دتاي في دار ديال عبد الكريم الخطابي بغا عبد الكريم الخطابي ولا عبد الكريم الخطابي ديال العالم كله ففي نفس الوقت ذاك النهار كانت قتل وكانت الجثه هامده واش قتل ولا انتحر دابا ما كاينش حد قريب مني باش يقول لك انا قتل ولا انتحر فيه ربما يقول انتحر لانه ما رضاش كيف هذا الجنرال متعجرف متكبر من جنرالات قلت لك اللي كانوا اصدقاء حميمين ديال الملك ديال الملك اسبانيا الفونسو فريس ويتغلب قدام الوفاء ما رضاش بديك ما رضاش بديك الفضيحه ربما حقيقه ربما يكون حقيقه ما قدرش على داك الشيء فهمتني ضرب راسو ومات مات سيلفيستري وتسحقات القوات نتاعو ورجع الجنرال نافارو بعض الجنود المليليا الان تعالوا نرى ما تبقى من انوال الملحمه وكيف كرم المغرب المستقيل شهدائها هناك في الافق ظهر بران وهذه انوال تذكار واعتقلت كلماته كما تعتقلت ذاكره هاد المنطقه بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الجبل الأشم جرت معركة أنوال الخالدة في يوم الجمعة 26 للقعدة 1340 هجرية الموافق 1921 يوليوز بين فئة من المجاهدين بزعامة المجاهد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي وجيش الاستعمار الإسباني قوامه 60,000 جندي هنا تجسدت إرادة الشعب المغربي واستماتته في الحفاظ على حريته وسيادته وأرضه ووحدة ترابه هنا وقف الريف مرة أخرى بأبنائه سدا منيعا ضد الأطماع الأجنبية مسامان ما تهوناش ما تغيراش بن نعمان ورا الله وما يخرق إي بابا شامو يعنان وأيور اللي يران وأيور اللي بويا وأيور اللي يران وأيور اللي بويا وأيور اللي يران وأيور اللي بويا الأحد 27 يوليوز 1998 الدكتور عمر الخطابي كيزور مناسبة ذكرى معركة أنوال مع شخصيات محلية وطنية مقبرة شهداء في أجدية هذه المقبرة كينقصها شيء مهم جدا هو قبر زعيم البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله عائلة آل الخطابي دفنت في المقبرة كلها تقريبا لكن محمد بن عبد الكريم مازال منفي مقبرة الشهداء بالقاهرة الله الصمد لم يكن يولد ولم يكن له كفوا احد
سي عمر دابا هو اللي هذا سي عمر ما اصدق سي عمر ما هو والو سي عمر ما اصدق قالو ما اصدق قالو كيكون حاجه اما وحده صاحبي بالجنبي دكتور عمر الخطاب الان ذكرى بطبيعه الحال نخلدوا ذكرى ابطال على راسهم البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي. دكتور عمر الخطابي فعلا تحضر عواطف كلها، ولكن بالنسبه لي كفرد من افراد العائله يعني في عواطف ربما زايده علينا اكثر. بطبيعه الحال احنا جينا نرحم على الراجل الجيني الذي لعب كما قلت لك دور عظيم في تاريخ المغرب، الراجل الذي اسس الدوله، ورجل الذي شكل حكومه، ورجل الذي اسس اركان الحرب يعني بطريقه بجميع المظاهر للوحد الدوله عصريه ذاتيه. نعم. لمحاربه الاستعمار من اجدير الى اكادير. اكتفوا بهذا القدر، ما رايت ما ننتقلوا للمحكمه القضائيه. بارك الله فيكم. شكرا يا سيدي. يلا بادي. يلا سيدي. يلا اخواني. احمد. عبد الكريم الخطابي أسس دولة، علاش أسس دولة؟ لأن الظروف اللي اقتضت التأسيس ديال الدولة، علاش؟ لأن قبل كانت قبيلة صغيرة بنادم عدد قليل، ولكن لما جات القبائل والتحقت فهمتني بالمجاهدين وهذاك الأسلحة اللي استولينا عليها فين يمشي الفوضى؟ لا بد خص يكون واحد النظام والتزويد ديال الناس. ثم اذا عاود في البدايه كانت الناس كتمشي للجهاد اسمه التطوع، كان كيتطوعوا يمشي ساعه ما يقبل كيرجعوا. لما كتكون ليله 27 او كيكون عيد الفطر او كيكون عيد لا 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 عيد الاضحى كان كيرجعوا. فلذلك عبد الكريم الخطابي اسس الدوله باش ينظم داك الشيء وشكل حكومة. حكومة عندها وزير الخارجية، عندها وزير الداخلية، عندها وزير المالية، عندها باش ينظموا، ما ينفعش تبقى هكاك فوضى اللي بغى يمشي ينات اللي بغى يمشي يجاهد اللي بغى يمشي ينات. في ذاك الوقت لابد يخصك واحد النظام. فهذه الظروف هذه اللي فرضت تأسيس ديال الدولة باش تسير ذاك الشيء. ولكن كيفاش كيفاش خطا المغرب عمل المغرب الرسمي عمل الحمايه هكاك المخزن عمل الحمايه عمل الحمايه وهذو الناس الحمايه كانوا كيعتقدوا هذا الشكل وهو انهم ماشي يعاونوهم من ناحيه تقنيه ومن ناحيه تنظيميه، بان انهم مستعمرين يديو البلاد ويديو الخيرات البلاد والسلام.
لما غلبوهم وهناك مخزن قابل للحماية وهما ما قابلينش الحماية. لما كيقولوا وفاء أنتم انفصاليين، انفصاليين على من؟ على اليوطي؟ انفصاليين على الأصبان. مليح، احنا ماشي نصوبوا، احنا غلبنا الأصبان وحنا مأسن، إذن عندنا القدرة باش نبداو على الأقل واحد. ماشي بحال مثلا محمد الزياني كان كيحارب على القبيلة ديالو ولكن تغلب وانتهت القضية. لما مثلا الهيبة، لما مولي حفيظ علم الحماية قام الهيبة في مراكش، غلب مات انتهت القضية. هادو لما غلبوا قالوا خاصة شي نظام، وهذا النظام يكون غير الحماية. احنا لا نقبل الحماية نهائيا، هذا هو المبدأ من الأساس، هو أننا احنا ما نقبلوا شيء الحماية، ومش ننظموا رأسنا على أساس عدم الحماية. وكل واحد اللي بغى يجاهد يلتحق بنا، لذلك سموها القبائل المتحدة ومن ضم إليهم من بعد جبالة، انضموا إليهم، ما حدهم كيقاوموا ويجاهدوا ويزيدوا حتى وصلوا شفشاون، واحتلوا شفشاون. شفشاون احتلت في 24 دجان دير 24. علاش؟ لأن القبائل ديال الغمارة وقبائل ديال جبالة انضموا للمجاهدين. وأنا قلت لك سميتو الريسوني قبض وجابوا التماسيد. هو زعيم منطقة جبالة، استعملوه الإسبان بعد أنوال ضد عبد الكريم الخطابي. هذا الأخير طالبوا أكثر من مرة يستسلم، والمرفض اعتقلوه سنة 1925. أبغيت نقول لك حاجة باش تكون مسألة واضحة. فنحن لما هذوك القادات، يعني الوالد وعمي وعمو عبد الكريم الخطابي، فهمتني، أسوا الجمهورية ماشي باش تبقى جمهورية ديال الريف. هما كانوا يخاطبون المغاربة، حاولوا مع القياد، حاولوا مع القبائل، وكانت عندهم كاين مراسلات، كاين الارتعاشات، كانت النجاة من القبائل ديال المغرب اللي كان حاكم عليه الفرنسيس باش يلتحقوا باش يكونوا دولة موحدة. هذه القضية ماشي قضية مبنية على القبلية أو مبنية على الجهة، كانت دولة إسلامية. دولة إسلامية تعني المغرب بأكمله، كما كان كيقول عمي، من أجدير إلى أكادير، من أجدير إلى أكادير. وحقيقة أنا دابا كنشوف أن المراسلات ديال الحكام الفرنساويين كله حتى في حاح في الجنوب. في هذا الجنوب حاولوا الوطنيون يقاوموا الاستعمار على غرار ما كيقوموا به إخوانهم في الشمال، غير أن النقص اللي عانوا منه هو التنظيم، ومن ثم إدراك الفرنسيين أن نموذج ثورة الريف غيهدد وضعهم هم قبل الإسبان. من هنا كان بدأ التحالف بين القوتين الاستعماريتين إسبانيا وفرنسا. والواقع هو أن الثوار المغاربة في الريف اخترقوا حدود المنطقة الريفية للوصول عند الفرنسيين. من هنا كانت معاهدة مدريد 1925. أننا فتحنا جبهة ضد الفرنسيس في الورقة من زروان، مش حربنا غاز فنقول يعني في الريف، حربنا في 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 الماء في الغاء في المغرب اللي كان كيحتلوه الفرنسيس. فزحفوا زحف الجيش الريفي فوصل إلى 15 كيلومتر من فاس، 15 كيلومتر. كان كينتظروا من عند آخر يدخل عبد الكريم الخطابي في فاس. كان وصلوا زا وصلنا تازا باش نقطع طريق على الفرنسيس من الجزائر، والجنرالات الفرنساويين كلهم كانوا متذبذبين مترددين، شي كيقول لي خصنا نمشي، شي كيقول لي خصنا نعترف بهذاك الريفيه باش تعطينا ما تجيبناش صداع هنايا وهكذا. فلما شافوا داك الشيء ان ماشي غير المغرب اللي حيسقط، شافوا ربما حتى الجزائر، وكما قلت لك فهمتني، لاحظوا ان كانت هناك ارتعاشات في 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 مصر. في مصر مشينا هناك لقينا تبرعات ديال المال في البنوك، لما مشينا جينا للتبرع المال المسلمين هناك فهمتني كان كيتبرعوا باش يعاونوا. في سوريا، في الهند نفسه، لما الفرنسيس شافوا داك الشيء والانجليز حس به، الانجليز وهذا مهم جدا هذا في التاريخ، يعني حسوا بما ان الامبراطوريه كلها بدات ترتعش، بدات كتهز بداك الشيء اللي وقع في عبد الكريم الخطابي، يعني اثار الاعجاب واثار الامل، وخلى الناس تامن بما ان حتى بقوات
متوسطة بدائية إذا حضر الإيمان وحضر العقيدة وحضرت الإدارة نستطيع أن نتغلب على المستعمر. فلذلك الفرنسويين حثوا على الفرنسيس وعلى الإسبانيول باش يجمعوا نفسهم يقضي الضغية على هذه القضية هذه. وإلا الإمبراطورة ديال الغرب كلها كان هتحصل فيها الاضطرابات. هذا كان تحالف ما بين الإسبان والفرنسيين. لأن الفرنسيس ما كانش يبغي يتحالف مع الإسبانيول. الفرنسيس لما كيشوف أن القضية ديال الريف كان مستعد باش يعترف بها. اليوتي في أوائل كان مستعد باش يعترف بالريف. مستعد بالريف. ولكن لما شفت القضية أخذت واحد الحجم واحد البعد جديد تهدد حتى الكيان الفرنساوي. وبدا التجاوب ديال القبائل بني مران ايزي روشي نتني في الاطلس و و و و بدات كتنوض كلهم كيشوفوه يقول لك نحن الوفاء في القبائل الجنوب كان كينتظر هذا اسمه موسى اسمه عبد الكريم الخطابي موسى كلهم كيقول لهم هذا اللي باش يقولوا للنصارى النصارى الناس في الجزائر يقول لي النصراني الكلب يقول لك نحن اللي حناكل اسمه القمح ديالك هذا العام في كل جزائر يعني حنجري عليك قال كاين جا موسى عجا يقول نحن اللي حناكل اللي حنحصد لا صيف هذا البعد ديالها اذا عبد الكريم الخطابي حقيقه قاوم وقاوم في الظروف دقيقة كيفاش قاوم هذاك الوفاء باش يقاوم واحد الجيش أوروبي ينتوي إلى دولة منظمة دولة متحضرة أوروبية هذا حد وثم إذا هذاك المارشال ديوتين حيدوه طلب يعني الحكومة الفرنسية أصدرت الأمر لإبعاد مارشال ديوتين وأعطاه المسؤولية لواحد مارشال اللي كسر الحرب ضد الألمان مارشال بيتر كاين شي مارشال في العالم باسره في ذاك الوقت كانت عنده ذاك السمعه بيتر مارشال بيتر جا هو يوتي هزوه مشى فرنسا ونقول لك باش تعرف الحجم ديالنا في فرنسا كان امامنا واحد الجيش ديال 700,000 700,000 جندي يقوده 45 جنرالات 45 جنرال نعم جنرالات ديال فرنسا كلهم دجون كلهم ثامن شتنبر 1925 الإنزال الإسباني بالحسيمة إنزال معزز بالسفن والطائرات والمدافع في مواجهة بعض المجاهدين بالبنادق فتولي شحال كاين تنظم شحال كاين ديال ربعه عادي انتجن يسندها انسلمن زنزن سلمنا امكانا الخيانه ما نيغرا ويتغرب حتى هما دابا غيضر هذا من حيت يضرا ها من يضرا الشيء الدخول من شوي واق وخاورا وبيقول فين يخبو بعد قصتي فاقتا وخاور بقى ودن خلاص شيء جديد بقى إيش فيها بقدر إزاف مرد إشي وده دخان فيه إيش على البراقي واق خلاص ما عاون داك يسن حد ما هي واحد سن ايه ما اسباني واحد ما كاينش شي معاونه او كاين معاونه
خاطا ولد من انا شيله والشبي ما رغب بنولا وين يدار ما يدا دار قادوني انشر منا قاعون في قاد ولا ديوش لا لا جنجي لا لا جنجي عاوني غير وقت اني وكنت شي شي نهار هاجني ما والو اشتدت المواجهات واستعملوا الإسبان الغازات السامة الألمانية، حرقوا المداشر، قتلوا الشيوخ والأطفال والنساء بدون رحمة انتقاما من أبطال أنوال. Un pays dont les ruines tombent en ruines est une ruine. استعمال الغازات السامة كان هو سر انتصار الإسبان على الثوار في الريف، وكانت ألمانيا هي اللي زودت الإسبانيين بهذه الغازات اللي غيتم استعمالها ثاني مرة في هذا القرن بعد استعمالها من طرف الطليان في الحبشة. والسؤال علاش ما استمرش عبد الكريم الخطابي في القتال والمواجهة؟ وشنو هذا كانوا لما كيجي يضربوك فهمتيني بالغازات السامة والقنابل المحرقة والطائرات وكيقتل عيالات وكيقتل دراري وكيقتل هذاك الشيء كارثة. خاصك تعرف ما يمكنش ما يمكنش يتحمل ذاك الشيء لأنه مسؤول أمام التاريخ ومسؤول أمام الله. حيبقى فهمتيني يحارب 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 الماضي كله يحارب الماضي كله. شجاعته وشعوره بالمسؤولية نحو شعبه هو اللي خلى عبد الكريم الخطابي يستسلم. في 1926 نعم. من تما أخذوه من تاجة. من تما أخذوه إلى تاجة ومن تاجة إلى فاس ومن فاس إلى الدار البيضاء ومن الدار البيضاء إلى مارسيليا. إلى مارسيليا ومارسيليا إلى 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 لوريا. أبعد أبعد مستعمرة فرنسوية في المحيط الهندي. هي كانت اليونان. وهل تستلم الفرنسيس وما تستلمش الإسبان؟ هذا نقطة مهمة. لأن اللي دارنا مع الإسبانيول ما أعتقدش أن الإسبانيول لو كان شدونا كان 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 يعتقلونا. كان بلا شك حتى كل شيء. الرجال والعيالات. هما كانوا كيقولوها. فلذلك فضلنا لأن الإسبانيول دينا الحق معهم من قديم الزمن. وهم هنايا عرفونا أما الفرنسيس عالج من جنوب هذا من الحرب وله حقيقة تنتهي وما عملنا فيهم عملنا فيهم في امتنية رشقة شخشوخة البيبان شخشوخة طعو شخشوخة عملنا فيهم شخشوخة ولكن مع ذلك كان أقل من إسبانيا. فلذلك حبينا فضلنا الفرنسيس بدل قد استسلم استسلم. بعد الاستسلام نقل البطل مع عائلته الجزيرة لا ريونيون فين بقى 21 سنة لغاية 1947. وفي 1947 الفرنساويين ربما كانت عندهم نية أو ذهيات قال لهم سننتقلهم من الجزيرة إلى جنوب فرنسا. كان هيئونا هناك واحد القصار فهمتيني في نيس باش نقيم هناك. ولكن لما وصلنا الى عدن قبل ما ندخل في البحر في البحر الاحمر عدن تقلبت لان المسلمين هناك اليمنيين تقلبوا. باش نقول لك الصداع ديال عبد الكريم الخطابي السمعه اللي كانت عنده ماشي غا هنا السمعه اللي حتى في عدن تقلبت الدنيا هناك بالطوم أكثر من 500 طوموبيل جاوا يستقبلونا واحتفلوا بنا. وهناك أبرقوا عملوا تليغراف للجامعة العربية قالوا ها عبد الكريم الخطابي والعائلة ديالو فهمتني علمتني الطائرة علمتني السفينة الفلانية حيدخل البحر المتوسط وثم البحر الأحمر ثم إذا السويس. فلذلك فأنا كنطلبكم مادام حيدوزوا قناة السويس
من سويس الى بورسعيد هي داخله في مصر تعملوا ما في وسعكم باش تعطيوا اللجوء السياسي ما يمشيش لفرنسا. فلما وصلنا لسويس طلعوا للباخره بورقيبه على الفاسي طريش والجزائريين اللي كانوا مسؤولين عن حركه التحرير هناك كلهم جاوا باش يسلموا باش يقدموا التحيات ديالهم واحترام ديالهم يعني كان الخطابي. وثم اذا جاء الممثل ديال الملك فاروق جاء قال لهم النسر مستعده لتمنح لكم اللجوء السياسي اذا اديتوا بالرغبه. فبقينا كنخمم حقيقه هذوك الناس هل عندهم داك الشيء جديه ولا عندهم الوسائل ولا نعمل شي حاجه مع فرنسا وبعدين. ولكن في الاخير قرروا ببان احنا ننزل في بورسعيد. هذا دابا جينا من سويس، سويس حتى بورسعيد بيو 50 كيلومتر. هذا في التراب قناة سويس. انتم وانتم في 21 سنة من عمركم. ايه. لما وصلنا بورسعيد قرروا عمي عبد الكريم الخطابي وخوه محمد خباب والوالد عبد السلام قرروا باش ينزلوا الضيوف عن الملك فاروق. والمكتب المغربي العام شكون اللي كان كيعرف؟ بعض الشخصيات وبعض الصحافه، كان فيها علال الفاسي، كان فيها توريس، كان فيها اسمو بورقيبه، كان فيها الجزائريين والمعاونين ديالهم، ولكن ما كانش حد يعرفهم قليل. ولكن لما جاء عبد الكريم الخطابي ولا مكتب المغرب العربي ما يشيعش وكاله ديال الاخبار والصحافه الاجنبيه اوروبيه عربيه شينوا اليابان كله. ها كيفاش عطى واحد دفعه للمكتب المغرب العربي، ها كيفاش عطى الدفعه فهمتني للقضيه ديال المغرب العربي. هناك طلبوا منه باش يتلقص فهمتني حقيقه اسوا كانوا واحد لجنه اسمها لجنه التحرير المغرب العربي. علاش؟ لان عليك يا الخطاب كان ينظر الى مساله ديال الشمال الافريقي ما كانش كيميز بين المغرب ولا تونس ولا الجزائر. كان مغاربي. يقول لك مغاربي المسلمين كلهم يقول لك نحن ما نبقاش نعمل فرق بيناتهم. نحن سنحارب وسنقاوم حتى نحرز على الاستقلال ديال الشمال الافريقي. استقل المغرب سنه 56 وعاد السلطان محمد الخامس من منفاه، واحتفل الشعب المغربي بعوده السلطان رحمه الله، لكن عودة عبد الكريم الخطابي ما كانتش. والسؤال دائما لماذا لم يعود عبد الكريم؟ مشى له محمد الخامس في عام 60 ولا 59، مشى له طبع قالوا خصك ترجع. قال له لا. قال له شنو تبدل فيه في المغرب؟ لان خصك تعرف ان المقدم الاستقلال فرنسا لما تعطى الاستقلال للمغرب فرنسا وان كان هنا كان عندهم قواعد عسكريه في وجده، كان عندهم قواعد عسكريه قواعد الطيران سلاح طيران، كانت قاعده في 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 وجده، كانت قاعده في مكناس، وكانت قاعده في سلا، وما زال فهمتني كان قواعد كان 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 القوات الفرنسيه موجوده هناك، ومن هنا كان يقبلوا الجزائر من وجده. اها. وفين؟ ويجي عمي فهمتني بعد 21 عام يشوف فرنساويين كيطيروا بالطائرات ديالهم يمشي يقبلوا الخدمة الجزائريين. هذا ماشي معقول. ماشي معقول. هذا حاجة. الحاجة الثانية حقيقة كان المغرب خاص يتحرر. يتحرر حقيقة. والشعب الشعب المغربي ياخذ المصير ديالو بأيديه. وتكون انتخابات حرة. وتكون الإرادة الشعبية فهمتني هي اللي تتحكم في مصيرنا، مش عاوتاني يجي يكبتوا علينا فهمتني عاوتاني كأن شي حاجة ما كان. المغرب هذاك الحرية الحقيقية، ماشي تبدل فهمتني تبدل القبعة الشابو وتعمل لها الطربوش أو العمامة. أنا ما بغيتش العبودية أبدا. ما بغيتش نكون، بغيت نكون حر. بغيت نقدر نتكلم. بغيت نقدر فهمتني نتبادل، بغيت نجتمع، بغيت نكتب داك الشيء اللي قال لي راسي. انا جيش انا شفت محمد الخامس، انا جيت هنا قبل ما يجي عمي، جيت في 58
وشفت محمد خامس شد للخطاب وكل ما نمشي له كيقول لي نفس الشيء. كنقول له صاحب الجلاله انتك تعرف عمي مشاف يمكن هو حارب هذاك الرجل ديال الحرب حارب الفرنساويين وحارب وحارب النصارى باش يعيشوا المغاربه حره. بعد 32 سنة عاد ريف الفرص الضائعة من جديد باش يكون في أواخر 58 مسرح أحداث دامية خذات بعد الدولي. مرة أخرى دخلت الطائرات والمدافع لسحق ثورة مفروضة زعمها محمد سلام مزيان المعروف بمسرح السلام. كان عبد الكريم يساند ويساعد من منفاه ثوار 58 على الرغم من أن الإدارة الرسمية كانت تنفي وجود أي علاقة بالأسد وأشباله. في القاهرة استقبل واحتضن بن عبد الكريم زعيم حركة 58 ورعاه في بيته إلى أن مات رحمه الله، وهذا هو قبر بن عبد الكريم في القاهرة. هذا شحال عليهم كان من 20 الى 100 يعني 80 عام استعملوا مدوشه غير وغاش وهذا ما تبقى من مقر قياده الثوره في اجدير. مقر صبح كما كتشوفوا معلمه تاريخيه رممها وصلحها مغرب الاستقلال اكراما للي كان في هذا المقر يدافع عن الاستقلال. العائلة ديال الشرقيين اللي ساكن هنا عارفين ديال من هذه واش من التاريخ ديالها ولا شريك انا هادي عام فاس كنت انا كاينين الناس هنا قدام جابوك لهنا حطوك جيت لهنايا لقيت الدويره خاويه سكنت فيها هادي تسميها دويره هادي دايره تاريخ هذا لا 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 باغي نقول حتى السكنه ديالكم ماشي بحال ماشي شي حاجه مزيانه بزاف ولا شنو حطكم بالنسبه لينا حنايا دابا لقينا هذه الحمد لله ونشكر لا واحد لا دابا ما تبغيش حسن ايوا من طبيعه النهار غنبغي حسن ما غادي نلقينا بهذه الساعه حنا وما بانوش لكم ديال مان وشنو التاريخ ديالها كيقولوا ديال كيقولوا ديال الناس اما حنا عام هذه كتجي شحال هذه ما جيتوا لهذه البلاصه هذه يا سي الدكتور شي هو دابا شي درشور راس لا كل مره كنجي يعني لا بد كنزور هذا البقعه لان هنا عشنا العائله الوالده عمي كلهم عاشوا هنا في هذا جاو مشاو هذا كانوا كيحكوا لك ملي كنت باقي صغير كانوا كيحكوا لك اشنو كيوقع هنا الله الله يا ودي الله يا ودي الله يا ودي هاي إذا جينا نقولوا بلي معركة أنوال هنايا تعدت لها الخطوط العريضة هنا فكروا فيها هنايا دبروها وخطوا لها من هنا جزيرة القور تماما القور جزيرة القور هي الوحيدة اللي كان الإسبان بيطلقوا منها النيران نعم مكان ثاني فعلا من الجزيرة كانوا ينطلقوا وضربوا القنابل تصلح كلام هذا قبل 77 سنة فعلا هذه الجزيرة لا زالت وأقول تحت في السلطة حاضرة. الإسبانية وهو على الآن على أقل على أقل من 500 متر من مقر هذه المؤسسة اللي أسسناها متاع التوثيق والدراسة خاصة بالأمير عبد الكريم جزيرة النكور هناك في البحر ومؤسسة عبد الكريم الخطابي المحظورة هنا في البر لكن لماذا محظورة؟ نحن اللي نطلع نقول لك أنا طلبت جيت بالوثائق ديالي بجميع ما تطلبه في القانون المتعلق بتأسيس الجمعية أعطيت ناس رحب بيا في القائد الممتاز رحب بيا العامل وفي الآخر كذبوا علي قال أنت ما جبتش الوثائق والعامل لما استقبلني بحماس قال لي الحمد لله هو كان سليمان هو اللي اسسته فهمتني هذه المؤسسه قال لي حتى انا نكون معكم عضو كمواطن ولكن جات له الاخبار من بن لهيه من الرباط الفتح وقال سيدي ما عطيتوني والو ما عطيتوني وثائق زدنا له عطيني وثائق اخرى قال له ما تشدهمش
شوف اسي واذا الذكرى ديالو ما بغاتش ما يبغاوش متين نحيوها ما بغاوش عندنا الرخصه المؤسسه التعبيه في الطابل بغيت نجيب لهم الجثه ديالو انا شخصيا نرفض وكاين الشعب متشوق والشعب يقول لي الشعب دابا ممكن يخلينا اذا يضغط يخلينا نعمل جمعيه ديال المؤسسه ديال التعبيه في الطابل علاش ما بغاوش يديروها تمشي لاي قبيله يقول لك على جدودهم وشنو عملوا يعني يفتخروا باش يمكن لهم يشاركوا في المستقبل كيفاش يشارك الانسان في بناء المستقبل الا كان ما كيعترفش نفسه انه عنده ماضي وعنده رجال وهو يعني يعني كيعتز بنفسه وباجداده اذا كانوا هادو كلهم يتنساو كل هاد القبائل 66 قبيله اللي شاركت في الحرب و66 كلها شاركت وكلها عندها معارك يمكن في المغرب يعني نعملوا كل يوم يوم كاين هناك سميتو معركه قامت في المغرب فأي مجيل وهاد الناس كلهم يعني يضمحلوا ونقولوا نجيبوا جثة نجيبوا جثة لماذا باش يحياوا هاد القبائل وتحرر الذاكرة ديالهم ويساهموا في البناء ويساهموا في الحرية ولا باش نعملوا عليهم البرسلانة نهائيا نقولوها باش ندفنكم نهائيا